مليون فيو تقد تجيب لك ما بين قولوا حنا 350 دولار حتى 800 دولار 700 دولار فهمتني مليون فيو مزيان مزيانه تطلع هذه طلع طلع بغى يشوف راسه زيد طلع زيد طلع فوق شويه فين نطلع صافي يلا تسمع مزيان بوغوس او فين كم واحد طيف جديد في داره في داره زوين صورين عنده انا ضيف عنده فلاشين وضيف عندنا هنايا مرحبا بك اخي امين استوديو اخويا راه ناضي زوين اجمل الله يدعم المهم اللي بغى يكري استوديو يكونتاكتي في اخر الدين مرحبا اللي بغى يصور فيديوهات هنايا مزيان هكا الدراري اللي بغاو يصوروا شي واحد مرحبا شي فيديو برو كدا اها مزيان ناضي نقدوا ليه مرحبا بسم الله توكلنا على الله فيديو بدات الان سي امين يدير لنا ترودكس جيت من فرنسا للرباط عند فخر الدين باش ندير لكم فيديو ونسولو على كيفاش طلع لاشين ديالو بواحد السرعه اللي خياليه وكيفاش عرف لو سوكري اولا السر ديال الالغوريثم ديال يوتيوب وعرف يستعملو وحتاج حتى شي واحد يدير الاشاره عند دي شان لا يخلص الادس في يوتيوب حتى شي حاجه غير بوحدو بطريقه ذكيه وغادي نسولو على كاع الاسرار هادو غادي يقولو لنا مرحبا حصريا في هاد لا فيديو هادي زيد السي امير مرحبا دوز خل سي امير واش بغيتي دير معايا فيديو انت ماشي هادي انا غاديروا في الوقت المناسب صافي بون سي فخر الدين ديجا كتعرفوه ليدي ديال هاد لا فيديو هادي غنبقاو متبعين البلاي ليست اللي كان زعما ليدي اللي كندير دائما تيكون كنجيب شي واحد اللي نجح في واحد البروجي وكيدخل او ميم طون منو الفلوس اليوم غعطينا فخر الدين نصائح باش تطلع اون شين يوتيوب من 0 حتى 100000 فاشيلمون باسكو هو كنا كنهضروا شحال هادي انا وياه فريمون لقى زعما لقى ماشي لو سكري مي الطريقه باش تربح الوقت وفهم الخدمه ديال الالغوريثم حنا زعما اليوتيوبر في المغرب صراحه انا براسي ما كنعرف القضيه ديال الالغوريثم كل مره كنت كندوي على سوجي كل مره ما كنحتارمش مثلا الاوقات اللي كنت كندير في الفيديو بزاف د الحوايج ما كنلعبش عليهم مي هادوك الحوايج تكون عرفناهم في البدو غتربح الوقت بزاف نبغيك تهضرنا على هادشي مو باش اوبتيميزي داكشي فوالا نفترض واحد عنده صفر اول يلا بعد اول حاجه يلا بادي اول حاجه هي اختار النيتش اللي فين باغي يدير هذوك الفيديوهات فين باغي يخدم بحال داكشي ني ديال الاي كوميرس يعني ديك النيتش واحد ما يبقاش يبدل كل مره هكا يديسيدي المهم ماشي بالضروره يديسيدي في الاول كاع لانه قد يتغير ليه الراي ديالو ولا يلقى راسو مزيان في شي حاجه اخرى ولكن على الاقل يقول هاندير هادي وهنبقى نديرها واحد المده باش نشوف واش غتخدم ولا لا مثلا حنا نقولوا نيتش ديال لي فلوغ شي واحد يدير لي فلوغ اذا بدا لي فلوغ خصو يبقى يدير لي فلوغ ماشي غدا توقع شي حاجه في الدوله مثلا يهضر على داك النيوز جديده ولا يدير ريفيو مره وقلبها عاوتاني فلوغ رياكسيون ممكن تركب على ديك الموجه النيوز ولا تخليها بالطريقه باش كنت كتقدم لي فيديو ديالك لا دابا نشرح لكم انا تدير الفلوغ راه تقدم مثلا ترى شي حاجه تكون جالس دير فلوغ تتبان في التلفازه وتهضر على ديك القضيه تقدر تحطها في التيتر باش تركب على ديك النيوز تطلع ولكن ماشي دير شي فيديو وتبقى تعاود مع الاخبار مثلا انا نيتاب كنتي تدير ريفيو خصك شاد في الريفيو باش تبقى تجمع نفس الاودينس حيت اللي تيوقع اذا بديت تجمع الاودينس تجمع انتريسي بواحد الحاجه تديرها وغدا بدلتي راه هذيك الاودينس كامله غتدخلها تشوف بانك ما درتيش داكشي اللي علاش داخلين هما ما تبقاش يخرجوا دغيا واذا خرجوا هما دغيا يوتيوب شنو تيقول هذا لي زابوني ديالو وما مسوقينش ليه علاش غنبروبوزيه للناس الجداد وي فهمتي اللوجيك ديال الالغوريثم وباش تفهم بعدا باش الانسان يفهم مزيان كيفاش ماشي تغلب يوتيوب ولكن بلاتي باش تستافد منه الماكسيموم خاص تعرف يوتيوب اصلا شنو تيستافد منك نتايا اللي تيستافد منك هو باغي الناس يجلسوا الماكسيموم في السيت في يوتيوب لان يوتيوب باغي يدوز الماكسيموم ديال الاشهارات هادو جوج حوايج اذا انت فهمتيهم صافي تفهم اليوتيوب كيفاش خدام يعني انت باش يدخل عندك شي واحد لاشين خاصك تخليه الماكسيموم في ديك لاشين مثلا يشوف فيديو خاص يشوفها حتى الاخر شوف الماكسيموم فيديو وكاع اذا جريتيه يتفرج فيديو اخرى ديالك وفيديو اخرى ديك الساعه بحال تيتزاد دوك النقاط عند اليوتيوب ويولي بروبوزيك اكثر للناس فهمتي البلان كيفاش خدام واحسن حاجه عند يوتيوب هي انت تدخل ليه الناس يعني ماشي شي واحد يكون مريح في يوتيوب ويدخل يبدا يتفرج فيك بازا ولكن اذا دخلتي شي واحد من برا مثلا من انستغرام من برا هذيك بحال تزيد لكم النقاط ولكن اذا شي واحد كان تيتفرج في الفيديو ديالك ومشى سد النافيغاتور هذيك راه بحال شي نقطه خايبه عند يوتيوب انت السبب باش بنادم سال لا سيسيون ديالو في السيت هذيك بحال كفسيها مع يوتيوب قلنا بعدا اول حاجه يختاروا النيتش يحاول يختاروا السميه ديال لاشين على حساب ديك النيتش اللي خدامين فيها اولا يديروا سميتو السميه خاص ديك السميه منين يشوفها الانسان في لي كومونتير حيت من بعد باش تبغي تطلع لاشين غتمشي تكون موتيف دي شين اخرين وكيمشي تقول لهم باغي التبادل الاشتراك دابا مثلا تمشي لدي شين اللي فيهم نفس النيتش ديالك وتشوف شي كومونتير اللي يقدر يدير شي اضافه يكون كونستركتيف باش بنادم اللي يقرا يقول لك خونا دار تيعرف الدومين وخص ديك السميه اللي ديال لاشين وتصويره تبين ليه بانها شين باش يقول بنادم اه دار تيعرف مزيان في هذا الدومين اجي ندخل نشوف شنو عنده فهمتي ماشي دير الاشهار عافاكم دخلوا تابوناو عندي لا زيد شي حاجه زيد شي اضافه في داك الكومونتير هادشي في الاول باش يكون عندك داك صفر 800 ابوني اوكي اختارينا لا نيش اختارينا كلشي غنوصلوا لواحد ليطاب هي ديال الفيديوهات والماتيريال
بزاف الناس يفكروا في الماتيريال هو الاول الاول هذا وصل ديك ليطاب ديال الماتيريال. اغلبيه الناس عندهم تليفون وانترنت ماشي بالضروره يكون عندك شي كاليتي واعره هربانه باش دير شي كونتوني. تقدر ديرها بالتليفون ديالك اذا كان داك كونتوني زوين وتيشد الناس من الاول حتى الاخر راه طلع لاشين. لوبجيكتيف هو منين يدخل بنادم الفيديو ديالك يجلس الماكسيموم فيها. اذا كان اكثر من 50% فيديو مثلا تاع 10 دقائق جلس فيها الانسان اكثر من 50% راه ما تمشي تا ريزولتا زوين. علاش هاد القضيه ديال 10 دقائق بالضبط؟ لا انا غير عطيت مثال ديال 10 دقائق. لا حيت نورمالمون تيقول لك هذه معروفه في يوتيوب تيقول لك الفيديو خاصك تكون فيها 10 دقائق. لا ماشي بالضروره. واش صحيح ولا لا؟ شحال هذه كانت ممكن تحط لك بزاف ديال البوبليسيتي باش تكون 10 دقائق. دابا اليوتيوب ردوها 8 دقائق. داكور. هادشي علاش كانوا الناس يحطوا اكثر من 10 دقائق باش يحطوا شحال ما بغوا ديال البيت. واخا شنو المينيموم دابا اللي كتنصح الناس يديروا في الفيديو شحال من دقيقه؟ ما يفكروش في الدقائق، زعما النصيحه ديالي ما تفكرش دقائق، فكر في فيديو اللي غتخلي الانسان يتفرج الماكسيموم. داكور. اذا كانت 30 دقيقه وهي يتفرج فيها كامله مخيره، اذا كانت 4 دقائق ويتفرج فيها كامله مخير. اوكي. حيت هما باش يشوف الاناليتيكس تديها في الاودينس ريتنشن واش الانسان انتريسي ولا لا. واش كاين دي تكنيك في المونتاج اللي تيخليو ديك الاودينس تفرج الفيديو قاد ديما كيتفرج فيها ما يحبش ما يغمضش عينو يمشي يشوف شي حاجه ولا يمل ولا يزيد هي تحيد اي حاجه ممله. وباش تعرف انت اي حاجه ممله حيت قد مثلا الممله ديالك ماشي هي الممله ديالي خاص هذيك ممله للاغلبيه وهذيك تشوف بالماتريكس. يعني باش تحط الفيديو الاولى الثانيه الثالثه تشوف هذيك الاودينس ريتنشن واحد الشارت ديال واش الشارت طلع او تهبط وتقلب على البارتي اللي الدروبات فيها هبطات وهذيك الحاجه ما تعاودش ديرها مره اخرى في الفيديو الجايه. داكو ديك الدقيقه صافي فهمتي كيفاش. وبالنسبه للمونتاج هذه انا عارفه شحال مره انت ني كدير المونتاج حتى كتعاود الفيديو كتعاود لها المونتاج. انا اللي تندير تنقطع بعدا في الاول كاع داك الهضره اللي تندير تنحيد منها الماكسيموم ديال التخربيق كلها تطيح حيد هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تنحاول نزيد بزاف ديال لي زيماج بزاف الحوايج اللي ما يخليو لو بلون يتبدل كل 3 ثواني حتى كل 5 ثواني. كتملش بداك لو بلون باش ما تملش. وكاين هذه على حسب عاوتاني الكونتوني كاين شي ناس مثلا كاين واحد بوهيميان كيتشن اذا عرفتي ايه. هذاك بالعكس تقال في الفيديو ديالو هي اللي تشد الناس يعني ما كاينش واحد الروح ما كيهضرش هو كاع. كاين واحد اخر واحد لاشين زوين سميتها المنسيون ولا شي حاجه بحال هكا ثقيل تمشي للعروبيه ديال المغرب وتهز كاس وتقاد بشويه هذيك الثقاله وداك الشيء هي اللي مخليه الناس يجلسوا على حسب الكونتوني. يعني على حسب الكونتوني ما كايناش واحد القاعده فهمتي خاصها تكون زعما ضروري لا ما كايناش جينيرال يعني على حسب الكونتوني اللي تدير فهمتي بلان كيفاش. هادشي اللي كاين بالنسبه للمونتاج اللي تيبان لي انايا. وما ديروش لي زان تخو ما ديرش ماشي تلفازه ما ديرش جينيريك في البدايه وجينيريك في الاخر حيت داك التخرب كاين اللي كيدير انترو لا لا انترو دير فيه جوج ثواني والاخر قطع نيشان باش بنادم ملي توجد تقول ليه حنايا دابا غنساليو الفيديو عافاكم. ملي تبدا دير بحال هكا بنادم تبدا يخرج يعني تطيح داك البورسونتاج اللي انت من الصباح خدام عليه. دي تكنيك باش تطلع الانتراكسيون في وسط الفيديو سورتو في لي كومونتير لي لايك لي بارطاج لي لايك هذيك انا سولتها باسكو تيسرعها هو كتجي بواحد الطريقه تخي تخي في الويد ما كتحسش بها داك تحس كتلقى راسك لايك يوتيوب كومنتي. انا تندير جوج مرات ديال اللايك تنديرها في الاول باش يكون الماكسيموم ديال الناس في الفيديو قبل ما يبداو يخرجوا واش ندير واحده اخرى في المومون فوغ ديال الفيديو باش بنادم تيلقى داك البليزير تيعجبو الحال. يعني مثلا في القصاص وديك اللقطه اللي تهرب منها داك المجنون باش بنادم تيكون داير هاز قبل ما عندك دير داك اللايك فهمتي. دونك تيكون هو تتلاقي ليه هذاك اللايك ولا هذيك اللعبه ديال دير لايك مع واحد السنتيمون زوين عطيتيه هذه حاجه. وشي لي كومونتير تقدر تعطي تسول على رايي في شي حاجه اللي تكون تدير الجدل. مثلا في واحد الفيديو ديال هذاك الدري اللي دري صغيور اللي قتل واحد البنت هو كان مينور ودخل الحبس وداك الشيء تقول لهم شنو الراي ديالكم واش زعما في نظركم واش هذا الانسان خصو يبقى في الحبس ولا يخرج. هاد اللعيبه كل واحد عنده راي فيها داكو. يعني الانسان تيبغي يعطي الراي ديالو في اللعيبه بحال هادو دونك. ولا شي مره تنقول لهم حيت الناس تما ضريفين تقول لهم عافاكم خليو لي تجيو منين تقول لهم خليو لنا كومونتير باش لا فيديو طلع راه بنادم يعني اون جينيرال تكون ضريف الناس ضريفين اللي كيشوفونا تيخليو خليو لنا دابا شي لايك خليو لنا شي لايك خليو وتابونا وتابونا ياك السي امين قول لهم يخليو لنا شي لايك هذاك الشيء اللي كاين. نجيو للمونيتيزاسيون باش نديرو فيديو تكون فيها 15 دقيقه فوقاش كتبدا تمول بعدا اول حاجه ديك القاعده ديال الاولى اللي لايك كريراشي 1000 1000 سبسكرايبر وما شي 10000 ساعه ولا شي حاجه ما عرفتش بالضبط صراحه. 10000 ساعه يمكن بعدا 1000 سبسكرايبر 4000 ساعه 4000 ساعه خاص تكون عندك 1000 ابوني و 4000 ساعه باش عاد كتطلق لك المونيتيزاسيون تدير دوموند تيديروا لك الريفيو نورمالمون غتطلق ماشي مشكل. خاص يكون الكونتوني ديالك وما يكونش فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. دابا الدراري ما تيفهموش كيفاش الخلاص كيجي من اليوتيوب. انا نسيت واحد النصيحه نسيتها مهمه بزاف هي هادشي اللي قلنا لك
قلنا لكم ديروه راه ماشي ديروه في فيديو وحده وصافي والفيديو ولاشين غطلع كونتينيتي. شوف ما تشوفش الارقام ديما ندير هذه القاعده 40 فيديو 40 فيديو ما تشوفش ما تقولش لي ما عنديش ليف دير 40 فيديو عاد من بعد نهضروا. دابا شحال تكون عند فلاشين تقريبا فيديو مش عارف شي 200 200 200 200 راه ديجا وصل 70 80 ان شاء الله قريب 100000 دونك ملي تدير كيما درت واخا هذا الفيديو قلتي لي تخربقتي بزاف من الاول كنت انا راك عارفني في الاول كنت بديت كندوي داكشي ديال كومبيوتر فخوت شنو نيت كندير لي فلوغ شي مره تحط تيزر كاع كندير تيزر ما كنت مرونها لان علاش يوتيوب كنت كنديرو كان كيعجبني نكري واحد الفيديو ولا هذا كنديرو باغ بليزير مي ملي بديت كنفهم كو راه ممكن داك تلعب هادشي ديال الادسنس وكدا وكيفاش تختار منين تشري فيها الفلوس وهذا كتولي كتعرف داكشي اللي كاين دابا مثلا حتى كون النصائح اللي شفتهم من الاول ديال نيتش كون وصلت دغيا ما درتش بان راه من 2015 وانا في يوتيوب يعني تقدر دوبل 2015 دابا يلا وصلت تقريبا 80000 ابوني يعني كون كنتي تحط مثلا جوج مرات في السيمانه وصل نيتش هاد القضيه كرة العاش مزيانه خاص تكون داير واحد الوقت انا باش نديرو سمحوا لي نبدا نديرو ولكن خاص تبقى تحط داكشي ريغولي مثلا دير مع الناس مثلا تكون اثنين والجمعه ولا شي حاجه بحال هكا ولا اثنين والسبت فهمتي خاص داكشي الناس يكونوا تينتظروك اكزاكتو يعني سوا مثلا فيديو في السيمانه اولا جوج وفي الاوقات المهمه مثلا قلت اثنين والجمعه خاصك تعرف الاوقات اللي تكون فيهم الناس مساليه مثلا الويكاند جالسين رجعوا من القرايه هادو راك كتلعب لهم بزاف في يوتيوب لان واحد مثلا تحطها 3 الصباح شكون اللي غادي يشوفها في 3 الصباح في يوتيوب ما كاينش اللي غادي يشوفها صغار الصباح دوكو يوتيوب غيشوف الفيديو ما تحطاتو ما كطلعش حتى هو اوتوماتيكمون غادي يشري كومون ديال الناس ما سوقينش ليها فوالا دابا نجيو للادسنس دابا القضيه اللي كنتي هضرتي عليها هضرتي على النيتش دابا ما تنساوش بان في الاشهار الشركات باش يديروا اشهار تيقولوا مثلا شي واحد جاي يدير اشهار عنده داكشي ديال الفوركس مثلا فوركس عنده علاقه بداكشي ديال الفلوس يعني القيمه ديال داك الاشهار طالعه بزاف وهذوك الناس الفوركس شنو تيديروا تقول لك انا بغيت انايا هذا الاشهار ديالي يطلع على الناس اللي متبعين لي الشان اللي عندهم علاقه بهادشي ديال الفلوس ولا هادشي ديال لي بيجي فينانس تخافك هذا دونك شنو تيطرا الاشهارات ديال الفوركس اللي يطلعوا على دوك الناس دوك الاشهارات القيمه ديالهم طالعه لان دوك الناس يقدروا يخسروا بزاف فلوس فيهم دونك اذا كنتي داير شي حاجه عندها علاقه بالفلوس وكانت عندك شي ندير طلع فيها الاشهار الاشهار ديالك تكون القيمه ديالو طالعه على شي واحد مثلا تضحك ولا شي واحد يدير بحال القصص تكون القيمه يعني مثلا تقدر تكون مثلا واحد مثلا انت كدير مثلا فيديو فيها قصه فيها كتعطيك 500000 ما كتربحش قد واحد طلعت له مثلا غير 50000 فيو مثلا كيتخلص اكثر من في الادسنس مثلا يعني القيمه ديال داك سي بي ام ديالو طالع على الاخر وهادشي عنده علاقه حتى بالبيريود دابا مثلا كاين واحد لي بيريود بزاف الشركات يبداو يحطوا الاشهار واذا كانوا بزاف الشركات يحطوا يعني الاشهار تطلع القيمه ديالو حيت ما كاينش بزاف بحال مثلا البيريود ديال نويل دابا مثلا اخر العام دابا طلع دابا طالع رمضان كنتي تقول ديما حتى شحال ديال رمضان رمضان تبومباردي مزيان اللي تبغي تطلع الادسنس بلس لي بارتناريا اللي تيجيوك في الايميل ديالك ملي تحط الايميل ديالك شركات تقول لك بغينا نديرو اشهار عندك او يعني تقدر تدخل بهذا الشيء واحد المبلغ محترم وي الشركات جينيرالمون كيجيو لعندك ملي كتكون وصلتي لديك قربتي ل 100000 وهذا عاد كي على حسب لانيش عاوتاني نرجعوا حسب لانيش مثلا انت عندك نيش ديال البيتكوين مثلا ديال الكريبتو وعندك 50000 راك فريمون متبعينك بزاف يعني ديال الكريبتو مثلا يعني يجيو عندك راه يقدر يوصلوك حتى 5000 دولار ديال الشاوت اوت ولا 6000 دولار تهضر على فيديو على داك السيرفيس ديالهم في الاول اذا كنتي في كريبتو داكور. يعني كريبتو من هذوك اللي مفرقعين كاع تيجي موراهم هادشي ديال الفينانس وهادشي ديال يعني اي حاجه عندها علاقه بالفلوس اون جينيرال وعاد داكشي ديال البنات حتى هو الميك اب هذاك الشيء حتى هو فيه فلوس بزاف وتبقى غادي توصل داكشي اللي جينيرال بحال اللي عندي انا وبحال الناس مثلا اللي تيديروا داكشي ديال الضحك هذاك الشيء تيطلع هذاك الشيء اشهار جينيرال يقدر يدير لك اشهار ديال كولغيت ديال الزيت ديال هذاك المخيمه ديالو اللي شرا سينيال كولغيت راه شي حتى 20 درهم الا خلص مثلا انفيستا في لابورس راه يقدر يحط 2000 دولار 3000 دولار دابا على حسب الهضره اللي قلتيها فاخر الدين باش لان اي واحد كيبدا يوتيوب تيكون عنده فيديو باش تبدا يدخل منه الفلوس دابا غيمشيو الدراري ولا البنات يقلبوا على النيتش اللي فيها الفلوس اللي تعجبهم الصراحه و يقدر يدير مثلا انت مثلا ماشي اكسبير في كريبتو ماشي هي اللي فيها الفلوس دير كريبتو راه ما تقدر ما ديكوليش ولكن دير شي حاجه تعرف ليها مزيان كسميتريزيها تسميتريزيها يتفرجوا فيك الناس يجي بوبليك بسهوله يبدا يدخل يقول واو هذا الدري مزيان هذا اللي نتبع يعني ما عندكش بزاف ديال ليبرتي في هادشي مثلا انا ما كرهتش مثلا ندير شي حاجه تدخل بزاف ولكن راه ماشي ضروري انا اكسبير فيها يعني تندير داكشي اللي تنعرف ليه مثلا تنعاود قصه تعجب الناس تنسافر مثلا بلا ما تتبع شي حاجه بحال هكا فهمتيني عندك اول حاجه كتاثري دابا المشاهد هو لو تيتغ والمينياتور دابا في الاناليتيكس ديال يوتيوب الجديده تدخل ديك الاناليتيكس تقدر تدخل ليها دار واحد المثلث مقلوب شتيه فيه اول حاجه كليك ثرو ريت يعني شحال البورسنتاج ديال الناس يكليكيو على المينياتور ديالك هذه ولات من لي فاكتور بحال اودينس ريتنشن
يعني اذا شافت اليوتيوب بان واحد البورسونتاج كبير تيقول لك على المينياتير تبدا يطلع على الناس اكثر داكور اون فوا تفوت هذيك ليطاب تيشوفوا موراها واتش تايم والاودينس ريتينشن تشوفوا الناس منين كليكاو شحال بقاو اذا كان واحد التناقض راه ما تبقاش طلع الفيديو يعني اذا درتي لهم شي مينياتور جداتهم ودخلوا ما كملوش الفيديو دغيا خرجوا يعني انت راه تتكذب بالنسبه ليوتيوب يعني راه فهمت هكاك فهمتي كيفاش يعني ما تبقاش طلع الفيديو ديالك فهمتي اون فوا تفوت هذيك تتوصل لي كومونتير لي جيم وداكشي الاخر ولكن خصك هاد الجوج تحكمهم مزيان في الاول صافي راك باقي دونك مينياتور و مينياتور تكون عندها علاقه بالكونتوني باش الانسان ملي يدخل ما يتصدمش ماشي يحس راسو تشمت ويخرج من لا فيديو فهمتك ولو تيتغ لو تيتغ حتى هو خصو يكون غادي مع هذا الشيء كامل تينفع زعما التيتغ علاش ينفع اكثر يقدر ينفع باش يجبد الناس ولكن في نفس الوقت في الريفيرونس لي موكلي تحطهم فيه باش بنادم يريشيرشي شي حاجه مثلا ما عرفش كيفاش تركب هذه الطابله هذه بسميتها غيطابيها تولي طلع تما في يعني في الغوشيرش يقدر يلقاك الانسان في الغوشيرش ويتابون عندك يعني هذا الانسان ما كانش يعرفك من قبل هادشي اللي كاين بالنسبه ل زعما اليوتيوب اون جينيرال كيفاش خدام تنظن اذا طبقوا غير هاد النصائح هادو راه غتمشي لاشين بخير وما تبقاش تنقز من كونتوني لكونتوني شد 40 فيديو في نفس الكونتوني ديك الساعات ملي تسالي ديك 40 فيديو تفرج في داك الشيء شوف الاناليتيكس وشوف شي حاجه اللي كنتي تديرها مزيان عاود اكثر حاجه اللي كنتي تديرها مزيان حيدها هادشي اللي كاين واخا نسيتي واحد الحوايج قول لي الديسكريبشن والكيوردز الطاكس الطاكس ما بقاوش عندهم اهميه بزاف ما بقاش عندهم اهميه بزاف في اليوتيوب ديسكريبسيون عندها اهميه بحالها بحال التيتغ يعني خصها تفصل اكثر يعني ماشي ضروري هذا مثلا انا راه تشوف لاشين الحمد لله خدامه مزيان ما تنديرش شي حاجه في الديسكريبسيون طاكس بعض المرات انا ما تندير والو ولا تندير غير سميتي وتندير مثلا منحه الناس يقلبوا على منحه ولا تكتبوا لاشين ولا شيء ولا فلوغ ولا شيء على ذكر منحه هذا فيديو اللي سبونسوريزي باغ منحه ايجنسي بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو يقراو في الخارج لاشين او لا فرنسا او لا المهم اي بلاد داكشي اللي كنديرو يدخل لي كونتاكتي لاجونس هي غتكون هنايا سواء سير واتساب سواء سير انستغرام وراه غادي يجاوبوكم وغيعاونوكم وغيكون غير خير ان شاء الله على النيتش ديال القصص كتحكي عليها هادي مزيانه دابا انا لانك انت راه كنتي كدوي كدير لي فلوكس انت راه كنت خنق بزاف وشنو هاد لي فلوكس واش كنت خنق بزاف كنتي كدير فلوكس على شنو لا زعما تنقز مني تنيتش بزاف واني المهم كنتي مرونه حتى السنه ولات من شتي المغرب شنو بقيتي كدير من بعد باش جيت المغرب كنت جبت دي برودوي ودرت لي مغرب واش كدير داكشي ديال العسكر مزيان العسكر وهذا 500 200 ديال الاي دي ان ضربت شي 250000 فيو يعني خدمو مزيان مي ابخي واحد لقيتها حبستي حبس واحد واش بغيتي تعطينا لا مشيت سافرت سافرت مراه عاود درتي لي فلوغ عشان درت لي فلوغ سافرت وخدموا مزيان الحمد لله يعني راه كانوا اللي وصلوا مليون زعما خدموا مزيان ولكن شفت بان هذاك الموديل ما خدامش ليا ديما لان انستالا في المغرب تنسافر مره ولكن ماشي فول تايم خاصك شي حاجه اللي غتكون سستينبل قديمه بقيت تنفكر انا ديجا كنت درت القصص في واحد لا فيديو من قبل من هذا الشيء وما خدمهاش ماشي ما خدمهاش مزيان ضربت شي 27000 فيو لي كومونتير كلهم كانوا بوزيتيف كلشي تيقول لي عاود لينا شي حاجه بحال هكا ولكن انا شفت هذوك لي فيو طايحين وخصها بريباراسيون بزاف قلت صافي خلي حتى من بعد صافي ملي وصل الكونفينمون تسد علينا وليت نقول كاين شنو الكونتوني اللي غندير وانا نرجع لهذا الكونتوني اللي جربته مره والناس لي كومونتير كانوا زوينين بزاف بوزيتيف درت واحد القصص خدموا مزيان وهذيك الاخرى القديمه ولات تطلع وصلت ل 500000 فهمتي كيفاش صافي قلت هادشي اللي خدام دابا وانا عطيتو لاطال كدينا ستوديو كدينا اللعيبات وقلت نشد في هذا في الديريكسيون وطلعت تقريبا نقول واحد من 180000 ابوني في وقت الكونفينمون حتى دابا شي 470000 تبارك الله دونك في 6 موا يمكن ولا تقريبا اكثر من 6 موا شويه تريبل تقريبا بحال داكشي اللي ضربتو في 5 سنين تريبليت وصلت لنص مليون ابوني تقريبا لا كنتي تعطينا غير كل سنه 500000 فيو في هادشي ديال القصص شحال كتجيك تقريبا في الادسنس مليون فيو تقد تجيب لك ما بين نقولوا حنا $350 حتى $800 $700 فهمتني مليون فيو مزيانه يعني اذا كان عندك لي فيو بزاف مزيان شي نوفر دابا غيمشي يحسب واش عندك لي فيو غيبقى يدير الحساب ماشي مشكل كنقول لهم انا تندير اون جينيرال ما بين 300 400000 فيو حتى ديك 2 مليون دي فيو فهادشي القصص في الفيديو في الفيديو في الفيديو دونك ضرب حسابك الشهر 3 فيديوهات في الشهر لا ولكن عشان ما تنساش بان الفيديوهات القدام حتى تبقى يدخلوا لي تيتلاقوا حتى ممكن تبقى يدخلوا لي يعني شي مرات حاصه طاقه جاريه شي مرات تخلي فيديو فيها 300000 تدخل ترجع تلقى فيها مليون تلقى حتى حاجه مهمه بزاف هي باش الانسان راك تاع قبيله وانا عاود دابا حسن نسالي بها الفيديو
هي ما خصكش تبين البنات بانك هتسالي لا فيديو وغتقول لهم سالات الفيديو شكرا خلي لايك السلام عليكم باش نخني نطلع لك. اه هكا دير.